بدنا نحكي اليوم نحكي بالشيء الطبيعي بدنا نروح ونتغدى ونتعشى اليوم شو نعمل يعني ما شو نعمل بتمثل عشاء بس كثير باقي بتعمل لي بتمر فيه بتتعلق فيه بتتعلق في عقله اليوم بتعرف كلمه اليوم بعد حقك معي حتى عن كل الناس بتبين وكل العالم اليوم تعالى التشويه اللي وجهت لك بالعالم مش بس انت ما فهمت انت ما فهمت